بطلب منك طلب يا رجب. أموري. اقرا الفاتحة على روح الحاج عبد الفتاح المنشاوي. النهاردة السنوية بتاعته يا رجب. معلش يا ريس لا مؤاخذة، بس أعرف مين هو الحاج عبد الفتاح المنشاوي ده؟ سيد الناس يا ولا، وعمهم وتاج راسي. ده جوزي الله يرحمه. الله يرحمه وربنا ما يعرف يا ريس، الله يرحمه بوسع رحمته يا رب ويحسن إليه، الله يرحمه. مش فاهمة إزاي ما تعرفوش. حلويات المنشاوي يا ولا، ده اسمه كان مكتوب على كل علبة حلاوة، وكل علبة شوكولاتة، وكل إزازة شربات ورد، حتى البنبونة ملفوفة في ورقة عليها اسمه. هو أنت وأنت صغير ما مرش عليك حلويات المنشاوي خالص؟ ما رئيسة أنت عارفة الظروف بقى. أهو أنت دلوقتي واقف في المصنع بتاعه، بص كده واتمعن حواليك، وأوعى تقولي إنها خرابة، لأ، ده مصنع كبير، كان هنا في مكان داير وعمال وصناعية لابسين أبيض وبنات وستات، إيش بيعبي بنبون وإيش بيعبي شوكولاتة، وعربيات داخلة وطالعة تحمل في البضايع لمصر كلها. آخ يا رجب تعبت، هات لي الكرسي بتاعي عايز استريح. طب ولازمته إيه بس يا ريسة ما تخش تستريحي جوه؟ سيبني شوية عايشة في الزمن الجميل اللي كنت عايشة فيه. وبعدين أنا عاوزة يا ولا أعرفك أولك من آخرك. هو أنت مش هتبقى جوزي برضه؟ حاضر. اقعد اقعد يا ريس. على مهلك على مهلك. ارتاحي. المصنع ده كله بتاعي يا رجب، ملكي. وانت ورثتيه يا ريسه؟ عمري ما كنت من الورثة ولا كنت عايزة أبقى منهم. المرحوم كتب لي المصنع وسجله لي في الشهر العقاري، كان خايف عليا من الورثة. المصنع ده يا رجب 3000 متر. عارف يعني إيه 3000 متر في وسط البلد؟ تعرف المتر بكام؟ وكل يوم في زيادة بالزيادة بالزيادة. عشان كده يا ولا انا عايزه اتجوزك، عشان تورثني يا مغفل. انا عارفه دماغك فيها ايه، بس انا زمان كنت واحده تانيه. عارف يا ولا يا رجب، انا دخلت المصنع ده وانا عندي 16 سنه. كل العمال في المصنع، الرجاله بقى كلهم، من شاب لعيل لعجوز، لازم يصبحوا عليا كل يوم، يقولوا صباح الخير يا اصيله يا وش الخير، حتى المنشاوي. أنا كنت زنت الصبايا يا رجب، عارف كانوا بيقولوا عليا إيه؟ يقول البت دي حلوة قوي وجسمها حلو ونخشة و... كان هو الحاج عبد الفتاح المنشاوي ده اتجوزك يا ريسة؟ أياميها ما كانش حاج، هو اتشرط عليا شوية شروط كده وأنا قبلتها، بس أنا كمان اتشرطت عليه، بس أنا شرطي صح، قلت له لازم اتجوز بقسيمة متوسقة. هو شرطه كان غريب قوي، عايز نفضل شغالة في المصنع ومحدش يعرف اني اتجوزته. اصله كان غاوي، افضل تحت عينه كده وشايفني وسط زمايلي وعلى طبيعتي. وخد لنا شقة في السيدة زينب شلا يا ست، وفرشها على مقصه، كان بيرتاح فيها قوي. عارف انت لما كان ياخد تعسيلة، اول لما يقوم من النوم يحمد ربنا على النومة الحلوة. ايوه بس هو كان عنده بيت تاني. ايوه يا ولا، كان متجوز واحده تانيه، ما هي دي ام الورثه اللي قطعوا بعض. هو ما كانش راجل مزواج، بس كان عاوز يعيش على راحته. كان يقول لي وانا معاكي بحس ان انا عايش مع اهلي. يا سبحان الله. ولما انت كده يا ريسه، مالك انت ومال ولاده وبنات الشوارع؟ ده انت زعيمه، ده انت بحركه صباع بتنقلي شوارع. ما انا ولاد الحلال خوفوني وقالوا لي الدنيا ما بقتش زي زمان، قالوا لي ان ممكن اجي الخرابه ما لقاهاش، القى طالع برج فيها ولا حاجه. واحنا بقينا في زمن الخطف، وبرضه بقينا في زمن الحق في ضايع على طول. قلت احرس ملكي بنفسي، سبت شقه السيده وجيت قعدت هنا، وما جبتش غفير، ما الغفير ممكن يبيع.
وأول ليلة يا رجب بت فيها لوحدي ربنا ما يوريك، كنت مرعوبة. ما هو اللي يسرق يقتل، وأنا وحدانية لا عندي حبيب ولا قريب. عايزة ونس، عايزة لما أعمل إيه بأي حد أيا كان معدي عاوز حتة يبات فيها، بت راجل ست عيل، أقوله تعالى وعملتهم كويس عشان يحبوني ويخافوا عليا. دلوقتي بس أنا فهمت يا ريس. يا ولا أنا هتجوزك عشان تورثني، ولما تورثني ابقى اتصرف في مالك زي ما أنت عاوز. انت يا جدع بتاع النور، ده في ده قالك للسيد، انت مش ملاحظ يا سيد؟ أمورين طبعا عارفني. طبعا عارفك يا ست ام عاطف. ام عاطف بس؟ ام عاطف الست نواره والانسه تغريد. ايوه الانسه تغريد اللي انت خدتها اخر الدنيا على كوبري امبابه، كنت فاكرها موزه هتقشرها، طلعت اشد من حبايه الدوم. بتضحك ليه؟ اولا كوبري امبابه ده حضرتك اللي اختارتيه، ثانيا بنتك لو موزه تتقطع ايدي قبل ما اقشرها هي او غيرها. انا بفهم في الاصول كويس قوي يا ست سميحه، واعرف يعني ايه شرف بنات الناس. امال قطعت ليه؟ انا ما قطعتش، بس يعني مش معقول هاجي لكم البيت كل شويه من غير مناسبه. عندك عداد النور تعال اكشف عليه. هو القرايه كل يوم؟ انا بخاف من كلام الناس، البيوت سمعه. لولا اللي انا شايفاك قصادي راجل بجد وما بتكذبش كنت قلت عليك نهايته. كنت طفشان ليه؟ انا مش طفشان والله العظيم، انا مش طفشان، انا بس بصراحه مكسوف منك. كنت حابب ان انا اعرف تغريد وهي كمان تعرفني من غير وصايه من حد، من غير توجيهات، بالعربي كده على طبيعتها. لا يا خفيف، بنتنا مش سمكه تعوم في البحر زي ما هي عايزه وتكون تحت رحمه الصياد الشاطر. اقسم بالله العظيم ابدا، ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، انا ربنا هو العالم بالنوايا. خلاص ما دام نواياك طيبة اعتبرني معرفش. ما ينفعش، حضرتك عرفتي كل حاجة. خلاص المطلوب منك دلوقتي انك ما تعمليش علينا وصية، يعني سيبي كل واحد فينا يفهم التاني من غير توجيهات. هو ممكن بس بشروط. أمريني. وفوق الشروط شروط كمان، انا مش عايزاها تخيب خيبة اختها. ان شاء الله مش هتخيب خيبة اختها، انا والله العظيم اقدر احافظ عليها كأنها اختي بالظبط. أنا مش عايزاها زي أختي، الأخ ما بيتجوزش أختي، اعتبرها بنت عمي. هو أنا عارف أشوفها أصلاً عشان أعتبرها أختي ولا بنت عمي؟ خلاص هخليك تشوفها. يبقى كتر ألف خيرك. عايزاك تفسحها البيت زي ما قالت لك مكتومة كاتمة الفول المدمس، عايزاك تحطها في حتة نظيفة كده أهو عشان تحس إن هي بنت زي كل البنات. ما تخافيش عليها، تغريدة عندها ضوافر بقطط. هقول لك إيه؟ لو تغريد عندها ضوافر، امها اللي هو انا عندها ضوافر واسنان وسيوف وسكاكين، ثلاثة بالله العظيم اكلك باسناني اكل. الو؟ ايوه يا عاطف، مقلت ايه؟ معلش انا كنت مشغول الفترة اللي فاتت دي، على اخر النهار كده كلمنا اكون قريته. مع السلامة. ايوه يا سلوى، في ورقة عندك كده بتاع عاطف، طلعيه واقريه وقولي لي رأيك فيه. مع السلامة. صباح الخير يا هند. صباح الخير يا باشمهندس.
حاجة تخص الشغل النهاردة؟ مفيش حاجة مهمة، مدير التلاجة اللي الشركة مخزنة فيها اللحمة طالب دفعة. أما الناس أمرها غريب صريح، أنا مش فاهم ملهوف على الفلوس كده ليه طالما اللحمة لسه عنده؟ هو حضرتك لسه ما بعتش؟ لا يا ستي، أصل مسألة البيع دي شغلانة ليها ناسها، وبعدين في ناس بتعرف تشتري وما تعرفش تبيع، وفي ناس تعرف تبيع وما تعرفش تشتري. أنا بقى مش عارفة أبيع. ليه؟ ده البيع أمر سهل قوي. طب إزاي؟ حضرتك هتبيع لحمة، يعني بضاعة مطلوبة. أيوه، محدش طلب ليه؟ الأول الزباين لازم يعرفوا إن إحنا عندنا بضاعة، والموزعين والتجار يتعرفوا على الشركة عندنا هنا. ده أنت مدهشة بقى. اعمل إعلان صغير في أي جورنال، وأنت مش هتلحق على طلبات الشركة. برافو عليكي، من هنا ورايح أنت المسؤولة عن قسم المبيعات في الشركة. متشكر يا هند. هند، يا ريت بقى تكتبي صيغة الإعلان ده بنفسك. تعالي يا سلمى. كويس جدا يا استاذ. هو ايه اللي كويس؟ التعليق اللي كاتبه عاطف. معقوله؟ زي ما بقول لحضرتك كده، اتفضل شوف بنفسك. لا اقري لي، اقري لي كاتب ايه. حكايه صوره، والعنوان اللي كاتبه المسلم الذي تحول الى كافر. اول القصيده كفر كده، بس عنوان على فكره مثير جدا، كملي. تخطى الأربعين عاما من عمري، عاش الفقر والحرمان، طعامه لم يتغير تقريبا طوال عمره، حيث طبق الفول في افضل الاحوال، عاش يحلم بغداء أو عشاء يتذوق فيه طعم اللحم، وجاءته الفرصة كانت أمامه مباشرة ولكنها كانت بعيدة تماما عنه، يراها ولكنه لا يستطيع أن يلمسها. المكان استوديو الأهرام السينمائي، وأثناء تصوير المسلسل الديني أعدت وليمة عظيمة لزعماء الكفار وأتباعهم الذين يتآمرون على النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ولأن المخرج أراد أن يكون الديكور المشهد كأنه حقيقة، صنعت الموائد عامرة بأفخاد وصدور الضاني وجبال من قطع اللحمة والرز. رز هو موهوب، بس الأسلوب فيه ركاكة شوية. لاحظ إن دي أول مرة حضرتك. لا طبعا طبعا، ده كويس جدا، كملي. وقرر ألا تفلت منه هذه الفرصة التي لن تتكرر في حياته كما اعتقد، ولأنه مجرد كومبارس هزيل الجسد وهو ضمن مجموعة من الفقراء المسلمين، ومكانه في ديكور آخر ولا يمكن أن يتواجد في ديكور الكفار الذي سوف يشهد الوليمة، فقد قرر أن ينتقل من دور المسلم إلى دور الكافر بأي طريقة. وبعد الرفض والمعاناة والإصرار رق قلب المخرج له وسمح له بأن ينتقل إلى صفوف الكفار، وكانت هذه الصورة، الصورة والحكاية التي يجب أن نتأملها. لو كان هو اللي كاتب المقال ده يبقى مدهش، انت ايه رايك؟ انا زي راي حضرتك يا فندم. انا رايي ان ولد موهوب، مشروع صحفي جيد، ننشرها. تمام، اتفضلي. الجنيه بيفرح ناس، الجنيه بيبكي في ناس، الجنيه بيجوز ناس من ناس ويطلق ناس من ناس، الجنيه لما يحبك كل الناس معاك، الجنيه بيدفي القلب، بيعلي الشوق، يا شوق يا شوق، مع المطربة نعناع. واصحاب الليله، واصحاب الليله، العروسه اللي ملهاش زي، ملهاش زي، واهل العروسه، واهل العروسه، الناس الافاضل، الافاضل، الافاضل. بقول لك ايه، مش عاوزين نطول، كام صوره كده على الماشي، احنا جايين مجامله زي ما انت عارف. اللي تشوفه يا حاج، نركز على العروسه والعريس. عينيا. السلام عليكم. لازق ورايا كده، اي صوره تعجبك خدها. ها ماشي.
حبك ودفى حبك. على فكرة بقى المغنية اللي اسمها نعناعة دي ما بقتش زي الأول. هبطت خالص. هبطت؟ هبطت ازاي يعني؟ إذا كان على المغنى أهو كلهم زي بعض، وهي عيشة بتغني زي أم السعد. هو يقصد المغنى والهيئة يا معلم شرشان. مفيش حاجة بتفضل على حالها، حتى البني آدم سيف الزمان على الكل، وهي بتقاوه عشان أكل عيشها. بس إيه رأيكم في البنوتة الحلوة دي؟ نتاية. نتاية؟ بأي نتاية؟ دي أوكشة. يا سلام يا معلم شرشابي، أنت جواهرجي، تعرف الأصل من الفلس بنظرة واحدة. خد يا ابني أنت، تعالى صورنا صورة حلوة كده. قلبي اللي حبك ودفى حبك بيقول لقلبك من حب جوه. ارحم يا شو يا شو يا شو، ارحم يا شو يا شو يا شو، ارحم يا شو. نعرف بعض صح؟ يا خرابي الدنيا صغيرة، بس ما كنتش عارفة انها صغيرة قوي كده. بص يا عاطف، قبل أي كلام لازم يكون بينا اتفاق. مالك سخنة كده ليه يا بت؟ ولا سخنة ولا باردة، راجل وقد كلمتك ولا أقول لك وش الضيف؟ أنت عاوزة إيه يا بت؟ أنت ما شفتنيش خالص، وأوعى تجيب سيرتي قصاد رجب الفرخ صاحبك. أنت زي ما أنت شايف أنا اتغيرت خالص. إيه اللي اتغيرتي؟ أنت مش البت المفعوصة اللي شفتها أول مرة وكانت ريحتها يعني، لا مؤاخذة ما تاخذنيش. طب ما انت كمان نضفت وبقى عليك القيمه، الحال من بعض بقى ليكي ضوافر يا بت. يا اخويا لولا الخربشه كانت القطب بقت قارانب. طب هما دلوقتي النعجه وفرخ بيدوروا عليكي وخايفين، وانا يعني عايز عاطف يا حلواني، بدل ما ننطح في بعض تعال نتفق احسن. انا مش عايز اخسرك، واللي باين في عينك ان انت مش عايز تخسرني، وبعدين ليه نخسر بعض لما ممكن نبقى اصحاب؟ عندك حق، الفرح شطب، انا لازم امشي دلوقتي. اشوفك تاني ازاي؟ ما تقلقش انا هعرف اوصلك. ابن الكلب الوسخ، مين اللي مزعلك قوي كده يا كروان؟ النطع المعفن اللي وقف في وسط الفرح ويقول سكتوها سكتوها وشغلوا الكاسيت. سكراني قبلتي؟ لا انا هنزل اجيب ام. بقولك سكران. حتى لو سكران عيب قوي يعمل كده، المفتري ابن المفتريه، زي ما يكون جاب سكينه وشق قلبي بيها. منه لله منه لله. ما هم الناس شتموه بجد، والنبي مبسوطه وغلاوتك عندي. عم فوزي امور يا كروان، اطلع بينا على اي مكان ناكل لقمه، صحاب الفرح كانوا مكحيانين وبيوزعوا على الفرح سندوتشات جبنه وبسطرمه. اي السافل السكر ابن الواطي. خلاص يا كروانه بقى ليه لو عدت؟ لا يا اختي ما عدتش، هو انا عارفه اتلم على نفسي من ساعتها؟ ما انت برضو يا فنانه راكبه دماغك، واي حد بيقدم لك نصيحه بتبقى تقيله شويه على ودانك. يا اخويا من غير لبت وعجنات من الاخر. الزامنا جديده كروانه. ادي نيله عليا، ما انا لسه مجدده يا ابني، ده انا اشتريت اغنيه من اشهر واحد بيكتب اغاني واكبر واحد من الحان. مش ده المطلوب، الاغنيه زي الفل، كلام ولحن متغني، لكن يعني. لكن يعني ايه؟ جمهور الافراح بيختلف من منطقه لمنطقه ومن شارع لشارع. ازاي يعني؟ انا اقول لك، محتاجين اغنيه تخلي النايم يصحى والمسطول يفوق ويهز نفسه، عايزين اغنيه تاخد وتدي مع الجمهور، تخليه يرقص ويغني، اغنيه هيصه، الناس دلوقتي بتحب الهيصه. اخبار النقطه يا سوس؟ كلك نظر بقى يا كروانه، انت لسه قايله في العربيه ان الفرح كحيان والفرقه مروحه بيوتها وهي مش مبسوطه. اسمع يا شوشو، انا عايزاك تدور على حد يلحن وحد يكتب، ومش عايزه منتج، انا اللي حنتج. جميل. السلام عليكم من نشأة. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ عاطف. خير يا استاذ عاطف؟ بص هات خمس نسخ من السهم، ولا اقول لك خليهم 10؟ طب ما تفرحني معاك وتقول لي في ايه. اقرا صفحه المجتمع. فيها ايه صفحه المجتمع؟ فيها انا. عال عال، الف مبروك يا عاطف، انت كده حققت خطوه لقدام، بس خلي بالك انت اخترت الطريق الصعب. ليه سيادتك؟ رأس مالي كاتب ثقافته، لا شهادة جامعية ولا حتى الدكتوراه ليهم أي لازمة من غير ثقافة. أنت لازم تقرأ كتير. عندك مكتبة؟
لا انا ما عنديش بس غير كتب المنهج بتاعت الوزارة. وعايز تكتب في الصحافة؟ طب اقرا لي كده كتبت ايه. لا مش هينفع عشان نسيت الجورنال النهاردة. طب ما تبقاش تنسى تجيبه المرة الجاية. شوف نبتدي بايه بقى. يلا تخطى 40 من عمره، عاش الفقر والحرمان، طعامه لم يتغير تقريبا طوال عمره، حيث طبق الفول في أفضل الأحوال، عاش يحلم بغذاء أو عشاء يتذوق فيه طعم اللحم. كفاية بقى، عاوزين نشوف شغلنا وأكل عيشنا. يابا عاطف إذن مكتوب في الجورنال قبضنا وصرفنا. يابا دي حاجة كويسة. جايز تكون كويسة، بس أنا مش عارف ليه قلبي مقبوض من الحكاية دي. شوفي مين يا تغريب؟ جرى ايه يا ربيع؟ يعني ايه قلبك مقبول؟ دي وسوسه شيطان. طب يا ريت كده يبقى صحفي كبير وله شنه ورنا. ربنا يجيب العوائب سليمه. ده معتمد يابا. ازيك يا معتمد؟ خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. انا عايز مراتي ان شاء الله بعد بكره الساعه 10 الصبح. وشمعنا الساعه 10؟ عشان هنطلع المطار، تذكره السفر جاهزه والحجز جاهز. ها قوليلي كنت عايزاني في ايه؟ استاذه هو انا ينفع اقرا واكتب؟ انت عايزه تعلمي فعلا؟ ينفع؟ انا مش عايزه العلام يعني اللي زي علامك ده، انا عايزه يا دوبك يعني حاجه على قد كده، اعرف اقرا جورنال، يافطه، عنوان، واكتب اسمي واسامي ناس تانيه كتير. حاضر سيبيني افكر لك واشوف لك طريقه. ماشي. عارفه قبل سلوى ده لو حصل هيبقى عندي الدنيا وما فيها. مش هتصدق يا ريس، حاجه خياليه. عارف حته الارض دي طلعت بتاعه مين؟ الاوقاف طبعا. لا يا ريس، حته الارض دي بتاعه المرحوم عبد الفتاح المنشاوي، وكانت مصنع حلاوه. قبل ما يموت بنى مصنع جديد وقفل المصنع القديم. وطبعا الارض دلوقتي ملك الورثه، والورثة بينهم مشاكل ملهاش أول ولا آخر في المحاكم. لأ يا ريس، هنا المفاجأة. الأرض دي باسم واحدة ست اسمها أصيلة أبو القمصان. بتقول إيه؟ أنت متأكد من الكلام ده صبحي؟ عيب يا ريس، أنت عارف شغلي. أصيلة أبو القمصان؟ أنت تعرفها يا ريس ولا إيه؟ اللي عرفها بقى كتلة الدهن المتحركة دي تملك المساحة المهولة دي اللي فيها المصنع. يعني الست دي فاتحة المصنع مأوى ومرتع لعيال الشوارع بمزاجها؟ طب ليه؟ ده عبيط. الست دي أذكى مني ومنك. الست دي بتكسب ألماز وذهب، بتكسب قد اللي كانت بتكسبه من المصنع وهو شغال 20 مرة. اسمع صبحي، الست دي يوم ما كنت معاها في الحفلة قالت قدامي انها هتتجوز. انا عاوزك بقى بشطارتك تعرف اتجوزت مين، لان الموضوع ده بقى لغز بالنسبة لي. حاضر يا ريس، هستأذنك انا. ماشي يا ست ام القمصان. تعرف يا عاطف ان الموضوع بتاعك لقى استحسان كبير قوي عند القراء؟ ناس كتير قوي من صحابي ومعارفي يكلموني. الحمد لله يا استاذ. انا عايز بقى حكايه الصوره دي تبقى مره كل اسبوع. مره كل يوم لو عايز. لا، مره كل اسبوع عشان تقدر تختار الصوره والحكايه بشكل دقيق. عايزين القارئ يستناها بشغف ان شاء الله. عايزك تركز على الموضوعات الانسانيه والطريفه. بالنسبه لبقيه الصور ما تقلقش، هكلمك نجوى كمان اللي انا كلمتك عنها، هتاخد منك كل الشغل ده وكده تبقى بعت كل شغلك يا سيدي. ربنا يوفقك. مشاكل حضرتك. شكلك مبسوط على اخر. شكرا يا استاذ. على ايه؟ على كل المجهودات اللي عملتيها، يعني ذوقك واخلاقك والجرأة بتاعتك، ويعني المساعدة ساعدتيني كتير وانا يعني ركز وقول جملة مفيدة او جملة كاملة على الاقل عشان افهمك. انا عاوز اعزمك عزومه اصدقاء. تعزمني على ايه؟ اختاري. خلاص يبقى سيبني اختار براحتي، لما اختار
هبقول لك. شوف بقى الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطة بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زيادة عن سعر السوق في الصورة اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصورة اللي ما تعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الأستاذ الحسيني. ما هو اتعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسة، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي. اسمي كتب تحت كل صورة بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي. بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذة يا أستاذة. نعم. الفنانة نهت جلال على التليفون، ودي رابع مرة تطلب حضرتك. حوليها، أنا عارفة هي عاوزة إيه. حاضر. نهت جلال نجمة الإغراء؟ هو في نهت جلال غيرها؟ دي قفلها مكسرة الدنيا. حبيبة قلبي المتألقة على طول، إزيك يا نهت؟ أي أخبار حلوة تخصك أنا جاهزة. واخدة على خاطرك مني، هو أنا أقدر؟ مش عاجباكي؟ أنا بنشر الصور اللي موجودة عندنا. بعتي لي الصور اللي تعجبك وانا غرق المجله بيها. ده انا اتمنى، ده انا بوزع بيك يا نجمه النجوم. مع السلامه يا حبيبه قلبي. هو انا ينفع صورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكيور وكم شغلانه تانية. انا كنت فاكر انها ممكن صورها تخطيفي كده يعني على الطبيعه. طبيعه؟ طبيعه دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت حضرتك مدرسة، وانت بقيت تلميذ فيها، على الله تفلح. ان شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. استاذن. مع السلامة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الله العظيم. البطاقات لو سمحتوا. بطاقة العريس وبطاقة العروس. والشهود. فضل مولانا. فضل مولانا. فضل. عادل حسان سليم الموردي. المهدي. المهدي يا مولانا. المهدي. جرايه يا رجب، انت هتتجوز باسم واحد تاني؟ الناس يا اخويا بتتجوز باساميها. جرايه بنت عفاف. عادل حسان ده اسمي الحقيقي، رجب الفرخ ده اسم الشهره. ها خلاص كمل انت يا مولانا، مالكش دعوه كمل. ما واحده فيكم تسمعنا زغروطه. بقول لك ايه عمري، القسيمه دي اهم حاجه، تدفع له قرشين زياده وتروح تاخدها بدري بدري وتشيلها جوه حبايبي عينيك. وهي مبسوطة فين دلوقتي؟ يعني هتكون فين؟ تلاقي عندها فرح سهرانة فيه. كان يوم اسود يوم ما شفنا وشها. بعدين ايه حكايتك يا سلوى هانم؟ مش كفاية انك خليتي راسها براسنا؟ وهي بنت شوارعية زي ما كلكوا سمعتوا من بقها، بنت شوارعية، ولما نطفت شوية بقت صبية علمة. وقال ايه حضرتك جاية دلوقتي نعلمها القراية والكتابة. ايه اللي ناقص تاني؟ ايه المفاجأة اللي بعد كده؟ سوسن، انت اخر واحدة تتكلمي في الموضوع ده، عشان كلنا عارفين انت مش طايقاها ليه، مع ان دي حياتك الشخصيه وانت حره فيها. يعني ايه؟ يعني البنت ماشيه معانا زي حد السيف، وعايشه معانا وهي مظبوطه. شكلكوا كده كلكوا بقيتوا ضدي. البنت عاوزه تتعلم القرايه والكتابه وطلبت منكم المساعده. اللي عايزه تعلمها اهلا وسهلا، مش عايزه تعلمها خلاص بلاش، هنعمل مشاكل ليه؟ هي ما طلبتش غير من صالوه، وانا بعرض عليكوا عشان كلكوا تبقوا عارفين، خصوصا انها عرضت تدفع فلوس للي تشارك فيكم. عايزه اعرف كرامتكم راحت فين؟ دي عايزه تشغلكم عندها، عايزه تستغل الظروف الصعبه اللي احنا فيها. انا الحصه بتاعتي ب2 جنيه، والحصه ساعتين ان كان عاجبها، ولو وافقت تبقى تجيب السبوره والطباشير معاها. انت اتجننتي يا صفيه؟ انا بجد اتجننت لو كنت رديت اركب مع راجل غريب العربيه وخليته يحط لي عقد فل على صدري. حتى انت يا صفيه، انا شكلي كده لازم ادور على سكن تاني.
طب انا بقى مستعده اشارك صفيه في المهمه دي بس من غير فلوس. متطوعه يعني؟ ولا متطوعه ولا حاجه، وفي حاجه ببلاش الايام دي. وايه الثمن بقى اللي انت عايزاه؟ يعني تغسل لي هدومي، تشتغل شغل البيت، وكده نحفظ مركزنا وكل واحده تقف على السلمه اللي تناسبها. يسلم فمي كده. لا ايه رايك يا وفاء؟ لا انا بره الحكايات دي خالص، لا عايزه حد يغسل لي هدومي ولا اخد فلوس من حد ولا عايزه اعلم حد. يبقى مش فاضل غير استاذه الاشتراكيه المهزومه في مصر. ها عايزه فلوس ولا غسيل هدوم؟ والله انا بعمل اللي اقدر عليه لوجه الله، وبعدين اعرضوا عليها. مش جايز ما توافقش انها تغسل هدوم اي واحده منكم؟ معلش تعبتك يا رجب. انا خدامك يا ريسه. لا ما تقولش كده، انت بقيت صاحب المكان دلوقتي. على مهلك. على مهلك. على مهلي غصب عني. على مهلي. ربنا يديك الصحه. ده الواحد يا ابني بقى نفسه يتكرف منه كده مجرد ما يتحرك خطوه ولا اتنين. يديك الصحه وطول العمر ويخليك يا حبيبي. قعدني بقى. على مهلك. قعدني. ايوه. يعني بص بقى يا عادل، تستغربش انا من هنا ورايح هندهلك باسمك الحقيقي. ما ينفعش يا ريسة، ما ينفعش. رجب الفرخ دوت اسم لبسني ولبسته، ولا انا ينفع اسيبه ولا هو ينفع يسيبني. وحتى لو سبته هيرجع لي تاني. البني ادمين دول يا ريسة عاملين زي الشوارع، مهما غيروا في اساميها برضه هتفضل بالاسم اللي الناس عرفتها بيه. انا هفضل رجب الفرخ لحد ما اموت. انت هتقلبها بقى ايه؟ الله، ايه يا ولا في ايه؟ كل ما ابص لك فاكر يا ولا رجب. هقول لك رجب عشان ما تزعلش. اول مره شفتك فيه عملت معاك ايه؟ عرفي. كانت مقابله حلوه الصراحه. يعني عارف يا رجب، اول مره شفتك فيها بصيت في عينيك وفي صابع ايديك كده، عرفت ان انت مش متبهدل، وتاكدت ان انت ابن ناس وحاجه من الاتنين، يا الدنيا بتاعتك طردتك يا انت هربان منها. وانا عمر نظرتي ما وقعت في الارض ابدا. يلا بقى. يلا ايه؟ يلا شوف نفسك. على مهلك. معلش تعبتك يا رجب. انا خدامك يا ريسه. لا ما تقولش كده، انت بقيت صاحب المكان دلوقتي. على مهلك. على مهلك. على مهلي غصب عني. على مهلي. ربنا يديك الصحه. ده الواحد يا ابني بقى نفسه يتكرف منه كده مجرد ما يتحرك خطوه ولا اتنين. يديك الصحه وطول العمر ويخليك يا حبيبي. قعدني بقى. على مهلك. قعدني. ايوه. يعني بص بقى يا عادل، تستغربش انا من هنا ورايح هندهلك باسمك الحقيقي. ما ينفعش يا ريسة، ما ينفعش. رجب الفرخ دوت اسم لبسني ولبسته، ولا انا ينفع اسيبه ولا هو ينفع يسيبني. وحتى لو سبته هيرجع لي تاني. البني ادمين دول يا ريسة عاملين زي الشوارع، مهما غيروا في اساميها برضه هتفضل بالاسم اللي الناس عرفتها بيه. انا هفضل رجب الفرخ لحد ما اموت. انت هتقلبها بقى ايه؟ الله، ايه يا ولا في ايه؟ كل ما ابص لك فاكر يا ولا رجب. هقول لك رجب عشان ما تزعلش. اول مره شفتك فيه عملت معاك ايه؟ عرفي. كانت مقابله حلوه الصراحه. يعني عارف يا رجب، اول مره شفتك فيها بصيت في عينيك وفي صابع ايديك كده، عرفت ان انت مش متبهدل
واتأكدت ان انت ابن ناس، وحاجة من الاتنين، يا الدنيا بتاعتك طردتك يا انت هربان منها، وانا عمر نظرتي موقعت في الارض ابدا. يلا بقى. يلا ايه؟ يلا شوف نفسك. ما انا هشوف نفسي طبعا يا ريس، هشوف نفسي. بس لكن هقول لك حاجه. انت هتقعد تلكني وتبسبسني؟ لا ايه ولكن ايه؟ هو انت مش عريس؟ عريس. طيب العريس بيعمل ايه؟ بيهيص ويشوف نفسه؟ يلا شوف نفسك. اعمل ايه طيب؟ تخرج تتفسح تهيص تقضي ليلتك زي ما انت عاوز. الله مش عريس؟ وبعت لي البيت عفاف عشان تقلعني هدوم. طب ما انا ممكن انا اعمل ده يا ريس، انا ممكن اساعدك واعمل انا ده يعني لو عايزه، يعني لو ينفع. لو ينفع بس اتكسف يا ولد، انت ابني عبيط. الموضوع مش زي ما هو في دماغك خالص، انت مش فاهم حاجه. انا ما انفعش في الجواز، وحتى لو انفع مش ليك انت، ده انت عيل يا ولد. انا قد امك، ويمكن اكون اكبر من امك، قد جدتك كمان. عايز حاجه؟ الجواز اللي بيننا ده على الورق بس، والورق ده عشان ينفعك في دنيتك بعد كده. فهمت حاجه؟ قوم اندهلي عفاف. ماشي حاضر. الله يخرب عقلك يا رجب. الواد عايز يرمي نفسه في التهلكه عشان يثبت لي انه ذكر. اخ يا رجب، يا ريتني كنت انفع. والله لو انفع ما كنت عتقتك يا كلب. عطوفة يا ابني، انت مش عريس؟ عريس ايه يا عم عاطف؟ انت فاهم وانا فاهم. شكلك شارب جامد. عمين يا عاطف، هو عديت على بار كده في وسط البلد و13 بيرة لزوم المناسبة السعيدة. طبعا اللي اقول له يا عاطف، وانت مصدق اللي حصل لي؟ طبعا مصدق. في مليون جوازة ارزل من كده بكتير. لكن كون انك تتجوز واحدة مش عايزة منك اي حاجة، هذا الشيء لا يصدقه عقل. تمام؟ وحتى لو شفته في السيمة هقول ان ده نخرة، يا اما المخرج ضارب تحشيشة مش مظبوطة. مش عايزة منك اي حاجة؟ اي حاجة يا عاطف. ولا حتى يعني منك؟ ولا حتى يا صاحبي. عيب، انا مش هخبي عليك حاجة. أنا عملت مبادرة مع نفسي وهي قالت لأ. أكيد هتعوز منك حاجة في يوم من الأيام، كل حاجة بتظهر في وقتها. أنت عرفت بقى الورث اللي هتورثه لك ده قد إيه؟ عرفت يا عاطف، ملايين ملايين. النعجة عندها ملايين؟ هي فلوس الشحاتة بتجيب ملايين؟ وشايلاهم فين بقى؟ في أنهي بنك إن شاء الله؟ المخزن. الخراب اللي إحنا قاعدين فيها ديت هي دي الملايين. المتر فيها يا عاطف بيساوي الشيء الفلاني، وهي صاحبة المخزن. فهمت. وعليها مخ يا عاطف يوزن قد جسمها 18 مرة. بس مش مهم، أنا خدامها وتحت رجليها ليل قبل نهار. أصلاً اللي يحبني بإخلاص أديله رقبتي يا عاطف حتى لو ما طلبهاش. أصل أحلى حاجة في الدنيا الإخلاص. بمناسبة الإخلاص، فاكر البت اللي اسمها مبسوطة؟ هو في حد ينسى مبسوطة؟ مالها؟ قابلتها
قول كلام تاني. وقفت معاها واتكلمت معاها مبسوطه، بقت واحده تانية خالص يا رجل. سبحان الله، قادر على كل شيء. دي الرئيسه هتفرح قوي قوي قوي. هي فين؟ هي فين فين؟ لا ما اقدرش اقول لك، انا اديتها كلمه وده سر. جدع يا عاطف، البني ادم كلمه. وبعدين كل ده حلو، طالما انت ما رضيتش تفضح سرها يبقى مش هتفضح سري، والامانه حلوه. يا بنت اللذينة مبسوطة، اتغيرت ازاي البت دي؟ هموت واعرف ايه اللي حصل لها. عاطف انا عايز اخش دورة المية. شاب عاوز يقابل حضرتك. مين الشاب ده وعاوز ايه؟ بيقول ان هو مدير اعمال مدام ناهد جلال. خليه يتفضل. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير، اتفضل. ماجد شلبي مدير اعمال الفنانه ناهد جلال. ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله. انا شفت مديرين اعمال لفنانين على كل شكل ولون، وكلهم يشبهوا دسوقي افندي بتاع مسرحيه فؤاد المهندس وشويكار، لكن انت عيني عليك بارده، مثلت ولا لسه؟ لا يا فندم، بصراحه ماليش في التمثيل، انا مدير اعمال وبس. وبس وبس. كنت شغاله عند مين قبل ناهد؟ ما كنتش عند حد قبلها. بس انت مش صغير عليها شويه؟ صغير صغير ازاي يعني؟ على فكره انا مش جوزها، أنا مدير أعمال وبس. آه، ما هي كلها أعمال. خير؟ المدام كانت عايزة تيجي تقابل حضرتك بنفسها، لكن زي ما حضرتك عارفة ظهورها في الأماكن العامة ده بيسبب لها مشاكل، وهي بتقول إن الصور بتاعتها اللي المجلة بتنشرها مش قد كده. والمرة غير ما تكمل الكلام ده حقيقي، بس أعمل لها إيه؟ على العموم إحنا لسه مصورينها صور جديدة، واللي مصورها مصور فرنساوي، يا رب تعجبك. نشوف. ايه ده؟ الظاهر انها بعت هدية. لا يا فندم، شايفة ان حضرتك تشتري الهدية اللي نفسك فيها. طول عمرها لماحة وذكية. نشوف الصور بقى. ايوه كده، هي دي الصور. لمسة الخواجة الفرنساوي باينة، والإضاءة 10/10. عاوزاك تهنيها على اختيارها ليك كمدير أعمال. لا إله إلا الله، هتوحشيني يا حبيبتي. وإنتي كمان يا أمه، هتوحشوني كلكم. ربنا معاك يا حبيبتي، ويسعدك كده ويصلح حالك. وتزعلك ابي روح اشتكيها عند سيدنا النبي. يا أم عاطف، إن شاء الله ربنا هيهدي سرهم وهم في البلاد المباركة. يا رب يا رب، ابقي خلي بالك من بطنك. تعالى سلم على اختك يا عاطف. هتوحشني قوي يا عاطف. انت كمان يا حبيبتي. انا مش عارفه من غيرك هعمل ايه. اجمالي يا نوره، ده وقت ضعفي قدام وجهك في الغربه. لو نطحك نطحيه، خليكي ند ليه، هو اللي يخاف منك مش انت اللي تخافي منه. يا ابن الله يسترك، اذا كان كل كلامك بالطريقه دي يبقى بلاش منه احسن. هو ايه اللي بلاش منه يابا؟ ما هو لازم يوعيه. الله يهديك يا بنتي. تحب اجي معاكي المطار؟ لا يا حبيبي كتر خيرك، ما تتعبش نفسك. بصراحه مش طايق ابص في وشه، لو ضايقك ابعتيلي. وصل. قابلوه انتوا. مع السلامة.
يحفظك ويصونك يا كريم. السلام عليكم. ربنا يحفظك ويصونك. جعلنا بالسلامة. السلام ورحمة الله. ايوه بيروت. ايوه بس الاحوال هناك مش مظبوطه خالص يا مجدي بيه، ده الضرب في كل حته. هتكون في امان، امان جدا. طب افهم السفريه الخطره دي عشان ايه؟ الشركه ليها فلوس هناك، انت هتستلمها تمن البضاعه اللي سافرت لهم. هي الصفقه اللي الشركه عملتها دي كانت لحساب ناس في لبنان؟ هي الناس بتحتاج سلاح ليه؟ عشان الحرب. ولسه الحرب في لبنان شغال؟ ايوه فندم، بس دول بيحاربوا بعض. الحرب في كل مكان عباره عن وحش اعمى. عشان كده نص شحنة اللحوم وصلت مصر ونص التاني جزيرة مالطا. النص بتاع مالطا هو اللي فيه شحنة السلاح. بس أنا على كده في حاجات كتير ما كنتش عارفها يا مجدي بيه. أولا العمليات اللي زي دي كل طرف بيحافظ على سرية الجزء اللي بيخصه، والمعلومة لازم تكون في وقتها. والمسائل اللي زي دي مش عايزة أسئلة كتير من أي حد. طبعا يا فندم. في موضوع ليا في صفحه 18. مساء الخير. في موضوع ليا في صفحه 18. موضوع جديد صفحه 18. هو الواد ده بيعمل ايه؟ باين عليه بيبيع جرايد. طب ما تنده ونضحك شويه والنبي، بدل ما انت دمك تقيل كده. حاضر. عاطف تعال. هيا يا كابتن. انت بتبيع جرايد ايه؟ لا انا مش ببيع، ده جورنال السهم ليا، في موضوع بكتبه كل اسبوع بوزعه على الناس النظيفه. يا على كده بقت صحف؟ اه. لا يبقى لازم بقى نفرح بيك. بأمارت ايه؟ في يا عاطف ما يبقاش قلبك اسود كده، اقعد يلا نحتفل، ده انت بقت صحف. ثم انك عامل لي محضر في الاسم ما تنساش. مين كان يصدق انك تبقى صحفي؟ انت بتتنطق بسرعه يا عاطف. ومين كان يصدق انك تبقى من لاعب كره شراب في حاره لاكبر نادي في مصر وليك شنه ورنه وحاطط رجل على رجل كمان؟ الزم حدودك، افرج الناس كلها عليك. مش انا لوحدي اللي الناس هتتفرج عليا يا كابتن. الله الله، في ايه؟ احنا بنهزر اصلا. اقعد يا عاطف اقعد. وبعدين ايه اللي خلاكوا حبايب قوي كده؟ ايه اللي حصل؟ ما هو اللي فرقتنا هي برضو اللي جمعتنا. يعني البت اللي انتوا قطعتوا نفسكم عشانها خلقت منك ومني. بالظبط كده. البت دي كانت هتخسر النادي الدوري يا كباتن. يلا بقى غلط في داهية. هي هتتجوز يا سيدي بنت الجزمة، فرحها بعد 3 أسابيع. أدفع عمري كله وبوظ لها الفرح ده. أي فرح ممكن يبوظ يا كابتن. إزاي؟ كرسي في الكلوب. كرسي إيه وكلوب إيه؟ أنت فاكره فرح فوق سطح؟ ده فرح في أفخم فنادق القاهرة، واللي معزوم فيه وزراء ومسؤولين كبار قوي. مفيش حاجة مستحيلة. يعني عندك فكرة تبوظ لنا بيها الفرح؟ بس من غير خسائر في الارواح ولا اي اصابات. من غير خسائر في الارواح اه، بس الاصابات دي ما اضمنهاش. بس تكون طفيفه. لا طفيفه، الفرح يتقطع عنه النور ساعه. الفنادق دلوقتي عندها مولدات كهرباء احتياطي، لو النور اتقطع بترجع بعدها بنص ساعه. عايزين حاجه اشر. طب لو لقيت لك اللي يعمل لك الحاجه الاشر، ايه المقابل اللي هو عايزه؟ بص انا عن نفسي هطلب حاجه واحده بس. ايه؟ انا سمعت ان في رجل اعمال جاب لك عربيه على الزيرو يا كابتن. العربية القديمة هتعمل فيها ايه؟ ده انت بلوى يا اخي. ماشي يا سيدي، هديك العربية القديمة. طب انا عايز ضمان. انا ضمن. انت لا. انا لا؟ ليه؟ عشان انتوا شركاء وعراقي المثل،
حداية ضمنت غراب قال لك الاثنين طايرين. انت هتعقدها ليه بقى يا عاطف؟ يعني عايزني نعمل لك ايه يعني؟ نمدي لك اصالات امانه؟ وبعدين احنا شعرفنا ان انت مش بياع كلام، افرض ما عندكش اي خبره في تبويز الافراح. لا عندي. العربية تبقى تحت ايدي من غير اوراق، العملية خلصت استلم اوراقها، العملية ما خلصتش ترجع لك بالسلامة. يا ابن اللذينة، ده اللي عنده المخ ده مش يبوظ فرح، ده يبوظ البلد كلها. مبروك عليك العربية يا سيدي. يا اهلا وسهلا. اهلا. الف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. السيد بشير عز النهار. لا. أنا خليل أبو لطف. أهلا وسهلا أخ خليل. سعيد القصاص. عشية الأسامي. أمال السيد عز النهار فين؟ موجود موجود وناطرك. تفضل. تفضل شرف. لا عاطف، أنت كده ورطت نفسك يا صاحبي. دي عملية كبيرة وإحنا مش قدها. دي عربية يا فرخ. إن شاء الله تكون طيارة يا جدع. الله. بعدين ما انت اللي قايل لي ان العريس يبقى ابوه رئيس مجلس الشرطه والعروسه ابوها يبقى معرفش الراجل المهم ده اللي اسمه فؤاد لبيب. تفتكر الحمله دول كلهم هيعزموا مين؟ نص حكومه مصر تقريبا. اديك قلتها بلسانك، ما جبتش حاجه من عندي. ما حدش بيرمي نفسه في التهلكه يا بني ادم. ده انت مش لوحدك، ما انا معاك خطوه بخطوه. مش مطمن. انت بقيت خيخ يالا، وانا هعمل العمليه دي بيك او من غيرك. استنى بس يا جدع، انت ما يبقاش دمك حامي. الله، انت عارف يعني اخوك يبقى عنده عربيه والموافق؟ موافق. فكر لنا في فكره وانت حرامي. والست فاطمه اشتكت جوزها سامعي. استني. ايه؟ لابسه وبتغندره كده ورايحه على فين؟ مشوار يابا. امي كانت بعتاني مشوار. مشوار ايه يا سميح اللي انت بعتها في البيت؟ جرى ايه يا ربيع؟ انت كل حاجه عايز تعرفها حتى الامور اللي تخص الستات؟ روحي يا بنت عشان تيجي بسرعه. يلا. حاضر. ايه يا سميح؟ هو انا ماليش كلمه في البيت ده ولا ايه؟ بعت البيت فين؟ المشوار اللي رايحاه تغريد مش هيعجبك. حس انه مش هيعجبني يبقى مشوار مش كويس. لا، المشوار كويس، بس انت ليك دماغ وانا ليا دماغ، واللي اهم مني ومنك الدنيا اللي حوالينا ليها دماغ غير دماغي ودماغك. يا سميحه انا مش ناقص. اطمن. تغريد خارجه تتفسح. بتقول ايه يا وليه؟ زي ما سمعت كده، خارجه تتفسح. لوحدها؟ لا مش لوحدها. امال مع مين؟ مع شاب طيب وابن حلال. هي ميلاله وهو ميلها. يا وليه انت بتقولي ايه؟ انت اتعبطتي؟ هو في دلوقتي شبان طيبين ولاد حلال؟ خصوصا مع اولاد الناس؟ هو انت عقلك خرج من راسك؟ بقول لك ايه؟ شوف بقى، وطي صوتك كده وبلاش تغلط. هو انا يعني حرمي بنتي في التهلكه؟ امال اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ يا سلام، يعني انت لما خرجت معايا قبل ما نتخطب كنت انا رميت نفسي في التهلكه ولا كنت رميت نفسي في التهلكه؟ يا سميحه، على ايامنا كانت الدنيا غير الدنيا والناس غير الناس، لكن دلوقتي منين انا هعرف الشاب اللي رايح اتقابله ده محترم ولا مش محترم؟ ابن حلال ولا ابن حرام؟ ما علشان كده الناس بتقابل بعضيها عشان تفهم بعض. كفايه ان احنا دمنا سايل ومجروحين من جوازه بنتك نواره. منهم لله اللي لحسوا دماغك وخلوك تسلم بنتك او البختك لواحد اعوذ بالله منه. اذا كنت خبت في جوازه بنت نواره، لكن ان شاء الله مش هخيب ابدا في جوازه بنت تغريد. علشان كده بقى سيبني ادبر امور بنتي. تدبر امور بنتك ازاي يا وليه؟ بانك تخليها تروح تقابل جدع غريب احنا ما نعرفوش. يا وليه الناس تقول عليك ايه؟ بقول لك ايه، شوف بقى يا ربيع، حاسب على كلامك. انا واثقه في بنتي، ده لو شعره من شعر راسها نقصت ولا الريح طيرها هعرف قبل ما اشوفها. واثقه في بنتك، لكن ما انتش واثقه في الجدع اللي هتقابله. لا، انا برضو واثقه في الجدع. ليه يعني تعرفيه؟ ما انت كمان تعرفه. مين هو؟ احمد كشاف النور. ابن اللئيمة، عرف يعملني كوبري. وهيقابلها فين يا سميح؟ انا قلت له يعني يروح يقعد معاها يتكلموا وسط الناس في جنينه كده على النيل. فانهي ده يا الجنينه دي؟ ولاش عرفني؟ هو انا يعني كنت بروح جناين قبل كده؟ الله يا اخي، خليها بقى تشوف اللي ما شافتوش.
تيجي. وصل الضيف معلم. تفضل. شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. شو أخبار مصر؟ مصر على العال الحمد لله. والباشا الكبير شو أخباره؟ طمني. لا طمن الباشا بخير وفي أحسن ما يكون. ياريت بقى حضرتك تطمننا على البضاعة. وصلت كل شيء تمام وصارت عند الشباب. طب الحمد لله، احنا دايما عند كلمتنا. ونحن كمان عند كلمتنا. طبعا يا سيد عز النهار طبعا. بس هالمرة ظروفنا استثنائية ورح نتأخر شوي بالدفع. يعني هتتأخروا قد ايه بالظبط؟ على الحال الباشا الكبير معه خبر الظروف واكيد رح بقدرها. اه طبعا اكيد. بس بصراحة كده يا سيد عز النهار احنا كنا محتاجين المصاري دي ضروري قوي عشان نسدد ثمن البضاعة. يعني اذا هالقد مستعجل بفهمك. أنا أكيد ما بحب أخر لك شغلك. رح أعطيك بضاعة تيسر فيها أمورك. هو حضرتك تقصد يعني هتدينا بضاعة مقابل السلاح اللي وصل لكم؟ صح. أنتوا شركة كبيرة ومعروفة. إذا كان كده مفيش مانع، بس أهم حاجة يعني البضاعة دي يبقى لها سوق في مصر. نخب أول. بمصر وبكل أنحاء العالم. لا ده أنت شوقتني بقى أعرف نوع البضاعة. حشيش. الحشيش اللبناني معروف انه من افخر الانواع بالعالم. ايوه يا سيد عز النهار، بس الشركه بتاعتنا يعني ما بتشتغلش في النوع ده من النشاط. اصبح ما في قدامك الا انك تنطر. يوم اثنين، جمعه اثنين، ما بعرف. انا لو محلك باخذ البضاعه وبتصرف فيها على حسابي. ولا من شاف ولا من دري. لا مؤاخذه بقى، المسألة لسه صعبة شوية. صعبة بتصعب أو أنا بتقول؟ أيوة أصل أنا ما عنديش خبرة. هي زبدة. هيدي بضاعة وهيدي بضاعة. بتبيعها بتسدد ثمن الصفقة والصافي مبروك عليك. أنا مجلة الناس الشيك، مجلة الصالونات، وبعدين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة؟ معفن وعرقان وريحتك تقرف. يا مدام أنا كنت بدرس تعليم سواقة. سواقة إيه إن شاء الله؟ ليه ناوي تشتغل على تاكسي؟ لا، هيبقى عندي عربية وكمان فيها تكييف، وبعدين أي حد في مكاني كان هيبقى شكله وريحته كده حتى لو كان حضرتك. أقعد يلا. بقول لك أقعد. أنا سمعت إنك بتبيع بسبوسة بالليل، صح ولا لأ؟ وأنا ببيع مخدرات؟ أنا بساعد أبويا وبصرف على نفسي كمان. كلام الإنشا بتاعك ده تقراه في الجرايد. لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه. طب وعيش إزاي؟ دخل شغلانة واحدة ما يكفيش وإحنا عيلة. الصغير بيكبر. وبعدين عاوز أقول لك حاجة، في شغلانة الصحافة دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم، واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي، وأنت كده صبي. مهما كان عندك إمكانيات مين في الصحافة، طول عمرك هتفضل في نظر زمايلك بتاع البسبوسة. ما في عظماء كتير كانوا زيي وأقل مني كمان. مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده. بص حواليك وتعلم. جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير. وامشي منفوخ وابويا الباشا وامي أصلها تركي، لأن ده سلو بلدك دلوقتي. ومعظم نجوم الصحافة الأيام دي بيعملوا كده. أنا قلت اللي عندي، تفهم ما تفهمش انت حر. ما تزعلش من كلامي، وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض، بس الاتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد. فاهم؟
ايه رايك؟ المكان حلو مش كده؟ جو تاني خالص. الحاره والمنطقه كلها يعتبروا سجن جنب الخاله والواسعه ده. عارف يا احمد، الولاد دول احسن من البنات في حاجات كتير قوي. يعني اهاليهم مش بيخافوا عليهم زي ما بيخافوا على البنات. انا لو كنت وقت كنت خرجت وشفت الدنيا. لكن في بنات اهاليهم ما بيخافوش عليهم. صحيح، بس انت ايه راي سيادتك بقى، انه هو الاحسن البنات اللي اهليها بيخافوا عليها ولا البنات اللي بتسابين كده؟ يعني لا طبعا، البنات اللي اهاليهم خايفين عليهم. على فكره الكلام اللي انت قلته النوبه اللي فاتت عجبني. عجبك من حيث ايه؟ لا مش من حيث حاجه، يعني عجبني وخلاص. عشان كده كنت عايز اسالك كام سؤال كده. اسالي. هنا بقى كل واحد فينا يسال التاني على راحته. طب تسال انت الاول. ومين قالك اللي انا معرفكمش؟ ابوك راجل طيب، حلواني ممتاز، وامك ست طيبه هي واختك. اي نعم اخوك عاطف يعني متلخبط شويه، بس عادي يعني. طب وانا تعرف عني ايه؟ اعرف اللي انا شايفه دلوقتي، بنت حلوه وزي القمر، زي امها وابوها، وعشريه وتخطف القلب والعين. كتر خير. على ايه؟ عشان شايفنا حلوين يعني. بس احنا بقى، او انا يعني بالاخص، ما نعرفش عنك حاجه غير انك جدع طيب وعشري وشغال كشاف نار. طب انت عايزه تعرفي ايه بالتحديد؟ بص يا سيدي، انا بقى عايز اعرف اللي انت عايز الناس تعرفه عنك، بس من غير زواج. انا من الفلاحين. هو باين. لا والله ما اقصدش، انا اقصد يعني ان دي حاجه كويسه. وانا ما زعلتش على فكره، انا من الفلاحين والفلاحين الغلابه كمان اللي اهاليهم علموهم بالعافيه. طيب ابوك وامك عايشين هنا ولا في الفلاحين؟ ولا هنا ولا هنا. ماتوا؟ امال لو كانوا عايشين يعني كنت هسيبهم واجي على هنا؟ طب واخواتك؟ امي ماتت وهي بتولدني، ماتت تاني يوم الولاده على طول، وابويا مات من 3 سنين، علشان كده سبت بلدنا وجيت على هنا مصر. اسمها القاهره، مصر دي كل البلاد، انت عارفه بقى القاهره بقت عامله زي برميل الترشي، بتقبل فيه اي حاجه يترمي فيها، جزره، قرن فلفل. انا بقى حاجه من دول. لا لا ما تقولش على نفسك كده، هي دي الحقيقه ولازم الواحد يقولها. يعني هو انا لو وافقتك على كلامك اقول معاك حق، ملهاش لازمه برضو العيش في بلد انت مالكش حاجه فيها. لا ليه، ابويا الله يرحمه سايب لي 7 قراريط، ناوي ان شاء الله بيعهم وبفلوسهم اعمل مشروع تجاري صغير، ان شاء الله حتى افتح دكانه صغيره كده، بدل ما انا عمال الف على البيوت طالع نازل. بقول ايه يا سيد عز النهار، هي عمليه زي اللي احنا اتكلمنا فيها دي يعني في حاله نجاحها ممكن تعمل ربح قد ايه؟ بعد الكلفي والمصاريف ولا قبل؟ ايه ده، هو في مصاريف؟ مصاريف العاديه، نقل، عموله، اكراميات، تخزين، بتقدر بحركه 5-6 مليون مصري. ايه يا نهار ابيض. تاجر المخدرات مثل تاجر السلاح، ممكن يشتري البضاعه بدون ما يشوف، تماما مثل قائد العمليات بالحرب، بيدير الامور من الخندق تحت الارض. ايوه يعني انا دوري ايه بالظبط تحت الارض؟ انت راح يكون عليك بس تعرف مكان البضاعه وكلمه السر، هذا كل شيء. بس هو ده كل؟ لا معلش ثانيه واحده، المساله لسه صعبه عليا شويه. شوف، البضاعه راح توصل لعندك على مصر بامان الله. امان الله ايه بس؟ المخدرات. ولو كان، الله بيدبر. الزبون راح بيجي لعندك، تتفق انت وياه على السعر وطريقه الدفع اللي بتعجبك، ساعتها بتعطيه كلمه السر وبتدله على مكان البضاعه، كل واحد بيعرف شغله. ايوه بس انا برضو ما عرفتش هبيع لمين. انت ما تشغل راسك كتير، الزباين راح يجوا هني نفسهم لعندك. ايوه طب والزباين اللي هيجوا هني اللي عندي دول محل ثقه؟ مش جايز حد منهم يعني يكون خاين ولا حاجه؟ الخاين دمه معدور، ومش هو بس، هو وكل افراد عائلته. طب
بالنسبه للراجل الكبير، اقصد يعني الراجل بتاعي، هيبقى عنده علم باللي احنا بنقوله ده؟ العمليه عمليتك انت، هو مبروك عليه ارباح صفقه السلاح، وانت مبروك عليك ارباح صفقه المخدرات. مبروك. عايش هنا؟ عايش عيشة الجزرة في فيرمير التورشي. يعني وانا في الشارع على طول ليه؟ سواء كنت في الشغل او بره الشغل، احنا ستة في مطرح اوضه وصاله. ستة في مطرح واحد وصغيره جدا كمان. طب يعني بتساعكوا ازاي؟ ما بنجتمعش كلنا خالص، عاملين ورديات، كل اتنين في ورديه، وكل ورديه 8 ساعات، انما اللي احنا نجتمع مع بعض استحاله. ايوه كده شجيني بالضحكه الحلوه. التغريد، انا عاوز اللي يخلص لي ويصبر عليا. عايز نديك رد؟ يا ريت. هو انت لو فضلت على حالك ده كده زي ما انت كده يعني ما اتغيرتش. اصبر عليك صبر نعس على ايوه. المعاصي بقت كده في العلن؟ خايفة؟ أولا أنت خاف الله؟ مالكوش دعوة. كمان بتعلي صوتك يا خاطر. لا أنت كده زودتها أوي. أحمد! 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 ادخل يا أستاذ عاطف، صور وهيص براحتك. مين ده؟ ده المساعد بتاعي. يلا راجل. ماله كده مش واقف على بعضه؟ شكله كده معاه ممنوعات. لا ممنوعات ايه ده؟ هو بس أول مرة يشوف جو زي كده يعني. يلا نجم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده عاطف؟ عاطف؟ ده أكل ده ولا ده حلو ولا حادق ده يا عاطف؟ ايه ده؟ حلو وحادق بس يا الله نجم. أكبر الله الله أكبر. ايه الحيوانات دي؟ حيوانات ايه دي؟ فراخ فرخ؟ دي فراخ كبيرة أوي يا عاطف. آه. طب استنى بس هقول لك على حاجة. يا جدع اسمعني. لا. أنت ما تقول حاجة تقلق. الصور دي ما تروحش لأي جورنال أو مجلة تانية. أعوذ بالله ونقدر؟ ده أنت الأستاذة. أصور حضرتك؟ لا.
عبد النعم عاشر. طب بس دوس سيارتك سنه دبريش وسنه فرامل كده مع بعض واحده واحده كده. ايوه الله ينور يا استاذ عاطف. الله يخليك، شكرا يا استاذ. امرك. على ميعادنا بكره بقى يا عم اشرف. ان شاء الله يا استاذ عاطف. السلام عليكم. نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. ده واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه؟ عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكره عن كميه الالمازات اللي ضاعت وان الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت اجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا ازاي؟ انت هبل يلا، ابو العروسه راصد مكافاه 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك انت هو اول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. انا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من ابو رواش؟ تقريبا يا استاذه. يبقى اللي باع له التعابين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه. هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان لكن له شكل، واللي باع له التعابين يعرف يوصفه ويجيبه البوليس ويجيب رسام ويرسمه. هي وصلت البوليس والنيابه وامن الدوله؟ بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه، وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة. انت بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوباية؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عملية اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكورة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل انه ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضه باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضو. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشراء. ليه؟ هي الحداية بتحدى في كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا أهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000 تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات، والعينة هي اللي هتجيب الزبون. أنا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصورة دي. ده مش أنا لوحدي اللي وسخ يا أستاذ. أخرس. عارف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده؟ ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه.
اللي في دماغك بس بشروطي والوقت اللي نختاره. طب اكتبي. فاهمة ولا مش فاهمة؟ او انا غبية ولا ايه؟ طب يبقى البيه طبق تحتيه نقطة، اكتبيها. نحط بقى ايه؟ نقطتين فوق تبقى تاء. ماشي. فاهمة؟ فاهمة ولا عيد تاني؟ لا، تانية. طيب. النقطة لتحت اكتبيها بقى. بصي اللي بعديها. حط نقطة تالتة تبقى ثاء. بخرج لساني فيه. ايوه هي دي. شاطر، اكتبيها بقى. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه مبسوطة؟ ناوية تكملي ولا زهقتي؟ هو انا ورايا ايه؟ هيكون وراكي غسيل؟ هي المدرسة بتاعتك هتفرط في حقها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الغسالة وصلت اهي. انزل اجيب العلم بتاعت طولة. يا بنت الايه مبسوطه؟ ايه ده الغساله وصلت؟ ايه ده انت اشتريتي غساله؟ انا احب اغسل غسيل كل البنات. الغساله تغسل وانت تنشره، وحق مسحوق علينا كلنا. ولا ضبع المشاريب عندي، اعتبرني مغلوب. اهلا بالعطوفه. روح تشرب حاجه ولا مش عايز؟ مش عايز. مالك وشك مقلوب ليه يا صاحبي؟ الفرح ده شكله مش هيعدي على خير. احنا في خاطر يا رجب. والله انا قلت لك كده من الاول، انت اللي ركبت دماغك وطلعت على الرابع. بيدوروا على الفاعل. ما يدور. الله، الفاعل مجهول. ابو العروسه عامل مكافاه 50,000 جنيه لرشيدهم. مين اللي عمل العمله دي؟ يا دين النبي، 50,000 جنيه؟ ملناش دعوه يا عم. الله يربح. بعتوا ناس ابو رواش عشان يسالوا صيادين التعابين مين اللي اشترى منهم الشهر اللي فات. يا عم ربنا يعطرهم في اللي هم بيدوروا عليه. يا رجب، الموضوع مش زي ما انت فاهم. لا انا فاهم، ولو ما كنتش فاهم ما كنتش هبقى قاعد قدامك حاطط رجل على رجل ومطمن وبطفي سجارتي كده اهو كده اهو. طب طمني بقى عشان قاعد جنبك على خازوق من قلق. خد عندك يا سيدي، انا لا رحت ابو رواش ولا اعرف ابو رواش دي بتطرح ازاي اصلا، ولا اشتريت منها حتى جوز حمام مش جوز تعابين. ها؟ طب والتعابين جت منين؟ من سوق الجمعه اللي في الامام الشافعي. في هناك تماسيح حلوه قوي لو عايز على فكره. واقول لك على حاجه كمان، انا بعت عيل عطر من صبيان. امال الصبيان موجودين ليه يا عم عاطف؟ الله. طب بس ليه عزمك على عشوه حلوه؟ لا يا عم، عارفين انا النهارده ربنا يخليك. اصل انا الجماعه بتوعنا عاملين لنا جو رومانسي كده ومحضرين لنا عشوه حلوه كده وبتاع. ربنا بقى يكرمك وتستقر زيي. اصل انا بعيد عنك بقيت اعول. الله، الله يحزك يا شيخ. اصب لك كوبايه؟ ما ينفعش، ما اقدرش. ده حتى الاكل ده كله انا ممنوع عنه من ايام ما كنت في المستشفى. الله، نقعد معاك بس كده عشان افتح نفسك. دي كوبايه كبيره واحده مش هتعمل حاجه. يا ولا بطل زنه. اسمعي مني. جني الادوخ. طب انا احكي لك حكايه. كبيره ايه؟ مره المنشاوي بيه جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. كان طالع اسكندريه في مشوار شغل واصر انه ياخدني معايا. بس انا ما طلبتش منه، كمان عمري ما كنت اطلب منه حاجه ابدا، ولو حتى هموت عليها. يا رجب، دي كانت ايام حلوه حلاوه. والايام الحلوه دي انا لسه عايشه فيها لحد دلوقتي. المنشاوي حجز لنا في الاكنده الكبيره اللي على البحر. والاوضه بتاعتنا على البحر الاخرى. افتح الشباك الهواء ايه بتاع البحر ما اقولكش، يطير الستاير والملايات والهدوم وكله كله. بلك انت في ليله من الليالي ما تفهمش طلع في دماغه ليه عشيني في مطعم الاكاندا. ويا ريت وما نزلني. ايه اللي حصل؟ فضحته. صب لي كزبيره زيك كده، زيك بالظبط. فضل يقول لي اشربي اشربي،
وقبل حتى منطة واقول عايزه ولا مش عايزه اشرب. وما اقولكش بقى السقف بعيد بعيد والارض ما فيش ارض، حتى المنشاوي بيه شفت له راس طالعه جنب راسه. انت شفت حاجه؟ دي كانت ليله وشالوني مربعه شلبيله كده. طب ما انت عشت ايام حلوه اهو يا ريس. امال ولسه عايشه برضو في الايام الحلوه دي، بس ناقصني حاجات كتير قوي يا رجب. ايه اللي ناقصك يا ست الستات؟ ما تعودتش يا اخويا اطلب حاجه من حد حتى لو كنت هموت عليها. يا ست اطلبي اطلبي وشوفي هنفذ ولا لا. وين ما نفذتش ثلاثه بالله العظيمه ابقى رجب المقطف وابقى راجل طاري زي ورقه الخاص. انت مقصر في واجباتك الزوجيه. ريسة ما احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده وانت قلتي انك يعني مش حابه الموضوع دوت يعني. ضحكتني كتكني لا ولا فرق. طب وانا قلت حاجه تضحك يا ريسة؟ يا مداول انت كل حاجه بتفكر في الكلام الفاضي ده، مش دي الواجبات الزوجيه خالص. طب اقمري قشري كده بايدك تفسحني تفرجني دنيا ربنا، هي دي مش برضو واجبات زوجيه؟ دي اهم حاجه في الواجبات الزوجيه يا رجب، دي اساس كل الواجبات الزوجيه. الله. عارف يا رجب يا فرخ، انا بقالي عمري بحاله بشوف الدنيا في التلفزيون، لكن حاسه ان اكيد الدنيا بتاعت ربنا حاجه تانية. طب بص يا ريسه، مفيش كلام هيتقال بعد اللي انا هقوله. رجب الفرخ لو معرفش يوريكي دنيا ربنا على حق يبقى رجب المقطف. ازاي؟ مساكي من؟ اكسي مساكي؟ ده بنت عفاه وزي على اخواتك. خدي يا نعاس. اتفضلي يا ست الستات. جلاطي مساكي يا بت، اللهم صل على النبي، كتر خيرك يا ولي يا رجب. ربنا يخليك ليا. قد كلمتي ولا لا؟ قدها ونص وثلاث ارباع كمان، ودام سهلت عليا الموضوع كده لو ما تتكسفش مني يعني تعرف تخرجني بالنهار؟ يا ست اصيله، اللي يعمل ده بالليل يعمله بالنهار. الله. طب اموريني، عايزه تشوفي ايه؟ اوديك الاهرامات، افرجك على ابو الهول، اوكلك همبرجر، اللي انت عايزاه. اقول لك على حاجه، لو بتحب الكوره اوديك الاستاد من بكره، وهقعدك في المقصوره الرئيسيه كمان. جاتك ايه يا راجب؟ لا مش للدرجه دي، ماليش في الكوره ووجع القلب ده. أنا بس عاوزاك توديني مشوار مهم، بس يكون في عز النهار. إيه؟ عايزة تروح اسكندرية؟ عايز تشوف البحر يا جميل بس أنت. بس يا واد اتلمم. لا مش اسكندرية بالظبط، قبل اسكندرية بشوية. تعرف حتة اسمها وادي النطرون؟ ها؟ أنا أسمع عنها، بس أنا عمري ما رحت هناك الصراحة. لما نروح المخزن إن شاء الله هرسيك على كل حاجة. بس المهم نكون هناك قبل العصاري. من عندي قبل العندي يا ريس، انت تأموري. يلا يا اسطى اطلع. طب ما ممكن سعادتك تتصل بيه بالتليفون وتعرف منه ايه الاسباب. تليفون ايه يا سعيد؟ مين يقدر يتكلم في تليفونات مع لبنان الايام دي؟ بلده فيها حرب، يوم تسخن ويوم تبرد، وكل بيتجسس على الكل. الله، امال حضرتك بتتصل بيه ازاي؟ مندوب. هي دي صفقه لحمه ولا فراخ تعملها بالفاكس او كلها فواتير او حتى عقود؟ حضرتك هتقلقني ليه بس؟ هو في احتمال اللي بشير عز النهارده ما ينفعش مثلا؟ النوع ده في التجاره تاجيل الدفع يعتبر سوء نيه وخروج على القواعد الثابته، ودي حاجه تقلق. على العموم يا فندم يعني المهله مش بعيده. هو قال لك ممكن يدفع بعد قد ايه؟ لا اسبوعين ثلاثه بالكتير، الا اذا كان سيادتك بقى تعرف حاجه عن الراجل دوت تسبب القلق ده كله.
ومين قال لك ان الراجل اللي انت قابلته هو بشير عز النهار او ان في شخص من الاصل اسمه بشير عز النهار؟ عشان كده النوع ده من التجاره سلم واستلم او استلم قبل ما تسلم. ده سيادتك مش مطمن خالص، لان دي اول مره يتم فيها الخروج على قواعد السبت. والله يا فندم انا في المهمه دي بالذات كنت مجرد ساعه بريد اروح استلم الفلوس وارجع بيها، الا اذا كان سيادتك بقى كنت عايزنا استنى هناك طول فتره الانتظار لحد ما ارجع بيها. لا لا، انت تصرفت كويس قوي. مش بعيد كانوا صفوك باي طريقه وقالوا انهم سلموك الفلوس وبعد ما استلمتها اختفيت وما عرفوش عنك حاجه. للدرجه دي؟ طب حضرتك ناوي تعمل ايه بالظبط؟ مفيش حاجه قدامي غير اني اقبل بالوضع الراهن. صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك. ايه القلب السود يا استاذه؟ هتعمل لي فيه عبيط ولا مغفل؟ احنا مش في اتفاق بينا ان اي شغل يجي لي انا الاول؟ ايوه في اتفاق، والاتفاق ماشي. وحياه امك؟ لا، لسانك تطوليه بمزاجك على غيري، بس لازم تعرفي ان انا ليا اول وليا اخر، يعني اي حرف يمس الكرامه يبقى يفتح الله. انت اديت صور لجورنال السهم؟ ما حصلش. افتح الجورنال عشان تعرف انه حصل. اكيد مصور تاني غيري. اه يا كذاب، ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه. طيب اهدي، قصدك على حكايه صوره؟ قصدي على حكايه زفت. اهي الزفاف المرعب. ايوه موضوع اللي كذب، مش عايزاه اخالف الاتفاق بصوره. بعلمي وموافقتي. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. انت هتديني اوامر يالا؟ يا استاذه انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك. بصي على الصوره، تعمليها كويس. تورته واقعه على الارض، حواليها اربع جرسونات على اتنين نسوان مالهمش لازمه على راجل ملوش هوايه، يعني صوره ملهاش لازمه اساسا. بس الصور اللي فيها الناس التقيله عندك، بذمتك لو صوره زي دي اترمت على مكتبك هتنشريها؟ لا طبعا. يبقى لازمتها بقى ايه الزعبوبه اللي حضرتك عملتيها دي؟ لازمتها ان مستقبلك معايا انا مش في حته تانيه. امال بيقولوا عليا الاستاذه ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك واقل منك ودلوقتي بقوا كبار، كبار قوي. أنا سمعت الكلام ده من حضرتك قبل كده. ما علينا، نشتغل. الشركة العالمية للتجارة. تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للأمن. سري وشخصي. المهندس فؤاد لبيب، رئيس مجلس الإدارة. لقيت بوسطجي؟ شريك. شريك في إيه بالظبط؟ في المكسب والخسارة. واتطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة. طب هتدخليني بكام في المية؟ 30-70. مين 30 ومين 70؟ أنت بتستعبط؟ أنا هاخد 40. ما تنساش إن أنا اللي في الصورة وأنا اللي شايلة المسؤولية كلها. 40 و60. حلو. يا خوفي منك يا بدران. موافقة. الله، يعني واقفين ورا الباب؟ ازيك يا مسايد؟ الكرونة خرجت ولا ايه؟ هتخرج ازاي من غير ما تاخدك في ايدها؟ امال هي فين؟ نايمه. نايمه؟ ده احنا قبل المغرب بشويه، هتكون تعبانه. يا ولية سرير متساوي زي الفل، هي فين؟ المدام نايمه في الحمام. حمام؟ لا تتلبس. بترغي مع مين يا مسايد؟ دي مبسوطه يا كروانه. تعالي يا مبسوطه، عاوزاك. تعالي يا مبسوطه، ما تتكسيش، انا لابسه مش عريان. خير يا مدام؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا بت، ده تين جاي لي من بلاد النوب. وصفه كانت بتعملها ممثله مشهوره امريكانيه اسمها جريتا جرب، تعرفيها؟ جربوا؟ لا معرفهاش. ولا انا والله، بس هعمل ايه؟ هم قالوا لي بقى كده. لو تسمعي كلامي ولا تشغلي بالك بالموضوع ده،
دي ست ام كلثوم كانت بتغني لغايه ما ربنا افتكرها. رأيي مبسوط. احنا هنضحك على بعض. انا فين والست فين؟ الست فضل حسها زي ما هو لحد ما ربنا افتكرها. انما انا بقى ببيع للناس حاجات تانية بتروح مع الزمن. وبعدين الست بتغني لبني ادمين. انما انا بغني لشويه اوباش. لا 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 لا، مش اقل من 5 مليون. خلاص نتقابل ونتكلم مع بعض. اوكي اكسلانس، مع السلامه. ايه نهال، في ايه؟ اتفضل يا فندم. ايه ده؟ الظرف ده مقفول وجاي لحضرتك بصفه شخصيه وسري للغايه. مجله اسمها زهره الربيع. يا نهال، وانا فاضل زهره الربيع ولا زهره الخريف؟ يا فندم، الشاب اللي جايب الظرف قال ان حضرتك اللي طلبت صور الفرح. صور الفرح. نهال تطلع ايه زهره الربيع دي؟ مجله صالونات يا فندم. ايوه، يعني تخصصها ايه؟ مجله فنيه واجتماعيه وسياحيه، مجله لذيذه يعني. طيب بعدين هبش في الصور دي. اتفضلي. اوكي، يعني اذن حضرتك. اتفضل. الو، مجلة زهرة الربيع، من فضلك ممكن اكلم مدام نجوى كمال؟ قولي لها فؤاد لبيب. ده شرف عظيم ليا يا باشا، والله انا اول ما شفت الصور دي ضغطي عالي عليا وحسيت اني مخنوقه، عشان كده اول حاجه عملتها بعت لك الصور دي على طول. ده تصرف محترم من حضرتك، أنا متشكر جدا يا مدام، متشكر جدا. أنا هعتبر ده جميل وإن شاء الله هرده لحضرتك بالشكل المناسب. إيه؟ بتقولي إيه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا، وحضرتك رجل أعمال وسيد من يفهم المسائل دي. اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير، ولو ما كنتش اشتريتهم اكيد كان هيبيعهم لاي جورنال او مجله تانية. والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقله قيمه لضيوف سعادتك اللي هم كرمت المجتمع وكبار رجال الدوله وستاتهم. كويس ان حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر. يا باشا، انا اشتريت النيجاتيف عشان امنع نشر الفضايح دي. عاوزه كام؟ 30,000. ألو. أيوة يا باشا، 40,000. العشرة زيادة تمن الإهانة. ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في وش واحدة ست ليها مكانتها وبتكلمه بكل أدب. قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام. سلوى، اهلا. تعالي اركبي. ايه ده، هو انت معاك عربيه؟ امال يعني شحتها؟ اركبي. اركب فين؟ انا ما بركبش عربيات حد، واذا كنت عايز الميعاد اللي بينا يتم يبقى تسيب العربيه وتيجي نتمشى على رجلينا. يا سلوى، انا عايز اتكلم. خلاص يبقى مع السلامه عشان مروح. سلوى استني، هقفل العربيه واجي اتمشى معاكي. ماشي؟ ماشي.
ساكتة ليه؟ ما انت اللي ساكت. هو لازم حد فينا يتكلم. اصلا انا بصراحة اول مرة في حياتي اخرج مع حد. ولا حتى حد من زمايلك؟ لا. وده من ايه؟ مش عارفة. تقدر تقول انه نوع من انواع الحذر؟ خصوصا يعني ان احنا عايشين في مجتمع بيشوف ان فكره الولد والبنت لما يخرجوا مع بعض بيبقى عيب وما يصحش وانها ممكن تبقى مقدمه لحاجات تانية كتير. انت عارف حتى لو انا مش ده تفكيري يعني، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اجيبش الكلام لنفسي. حاسس ان الموضوع كده يبقى لازم تعرف ان انا كمان اول مره اخرج مع واحده. فعلا؟ فعلا. يعني انت عايز تفهمني ان انت ابدا؟ ابدا. اعتبريني خام خالص. اه صحيح، قبل ما انسى، ايه موضوع العربيه دي؟ جبتها ازاي؟ انا كنت فاهمه منك يعني ان احوالك على قدك. اه يعني دي عربيه مهكعه، وبعدين صاحبها مديهاني بالتقسيط. انت عارفه ان شغلتنا محتاجه انها تنقل كتير والسرعه مطلوبه. بس انا عايز اعرف عنك، يعني كنت عايز اسالك، يعني عايز تعرف ايه عني؟ اللي انت عايزاني اعرفه. تقدر تقول ان ظروفنا واحده تقريبا. يعني انا يا سيدي طالبه في كليه الاعلام وساكنه في شقه صغيره مع طالبات زيي ومش من القاهره اصلا. انت منين اصلا؟ احنا اصلا من المحله لكن عايشين في الدخيله. ابويا عامل نسيج وامي كانت زميلته في نفس المصنع، لكن بعد كده هي تعبت وقعدت في البيت، جالها مرض في صدرها من التلوث. يعني تقدر تقول اني واحده من اهل مصر اللي شاربين مرها. ربنا يشفيها، واضح في كتاباتك. فعلا؟ هو انت بتقرا كتاباتي؟ طبعا. ايه طبعا دي؟ ومالك بتقولها بالحماس ده؟ عشان اول مره شفتك فيها حسيت ان انت هتبقى حاجه مهمه في حياتي. لا حيلك حيلك بقى، ده احنا لسه يا دوبك يعني معرفه سطحيه. دي حتى دي اول مره نتكلم فيها كلام عام. تقوم تقول لي هتبقي حاجه مهمه في حياتي؟ هما بيقولوا يعني الانطباع الاول بيدوم. ايوه طبعا انا معاك، بس انت متسرع جدا. اصل في حاجات حتى لو كانت جواك سيبها شويه، خليها تاخد وقتها لحد ما تتاكد من مشاعرك على الاقل. خلاص يا ستي، اعتبريني اتمنيت امنيه. ماشي يا ستي، اعتبرها امنيه. ده غير ان ظروفي زي ظروفك بالظبط. انت ابوكي شغال في مصنع نسيج وانا ابويا حلواني. في مصنع برضو؟ لا في البيت. احنا المصنع بتاعنا في البيت وعندنا عربيه في شارع عمومي، وانا لحد النهارده بقف وراها ابيع بسبوسه. طب ومالك بتقولها وانت مكسور كده؟ مش مكسور ولا حاجه. لا مكسور. بص بقى، ولاد الفقراء دول طلع منهم ناس عظمه كتير ورؤساء وعلماء. مش ده رأي مدام نجوى؟ مين مدام نجوى دي؟ نجوى كمال، رئيسة تحرير مجلة زهرة الربيع، تعرفيهاش؟ يا ساتر يا عاطف، يا ساتر، أعوذ بالله. إيه مالها دي؟ أنت مالك ومال الست دي؟ بتاخد مني شغل. طب وتديها شغل ليه؟ يتحرق الشغل اللي يجي من وراها، دي صحافة ملوثة. إيه ده؟ هو في صحافة ملوثة وصحافة طاهرة؟ آه طبعًا، الصحافة الملوثة هي صحافة الابتزاز، ونجوى كمال دي الوسط كله عارف إنها ست مبتزة. دي واحدة دماغها فاضية وعايشة على التشهير بالناس. يعني أول ما تتعلم الصحافة تروح تتعلمها من مدرسة زي دي؟ وانت عرفتي الكلام ده كله ازاي؟ ما هو اصل في الوسط بتاعنا الحاجه الحلوه بس هي اللي ممكن تستخبى ومحدش يعرف عنها حاجه، انما الحاجه الوحشه زي دكان الفسخاني ريحته هي اللي بتدلك عليه. خلاص تغور هي ودكان الفسخاني بتاعها. قيمتك من قيمه الحته اللي بتشتغل فيها. سيبك من قيمتي وسيبك من الحته اللي انا بشتغل فيها، انت طلعتي اكتشاف حاجه رائعه يعني. ايه؟ مساء الخير. مساء النور. العربية دي بتاعتك؟ ايوه بتاعتي يا باشا. حضرتك متاكد؟ وايه اللي هيخليه مش متاكد يعني؟ انا بقى مش متاكد ان العربيه دي بتاعتك.
عشان جالنا بلاغ بسرقة العربية دي. أنا الملازم محمد عبد الرحمن من مكافحة سرقة السيارات. يعني أنت معترف إن العربية دي بتاعت لاعب الكورة طارق شعبان؟ كانت بتاعته حضرتك، أنا شاريها منه، العقد قدام حضرتك أهو. العقد ده عبارة عن ورقة لا هنا ولا هناك. تعاد مش مسجل. ده غير إنك بتقول إنك ما عملتش نقل ملكية. حضرتك أنا واخدها منه بيع وشراء. إزاي هيبيع لك العربية ويعمل بلاغ بسرقتها؟ ده لو عمل كده يبقى عمل جريمة. خلاص هاتوه واسألوه. ومين قالك إن إحنا ما عملناش كده؟ طارق شعبان في طريقه للإسم علشان أنتوا الاتنين تواجهوا بعض. أنت مستني حد يا أبو عاطف؟ مستني المحروس ابني. صحيح هو دايما بتأخر عليا، لكن ده أول مرة تأخيره طول. ربنا يجيبه لك بالسلامة. امسك. تعال تعال ما تخافش. أحوالك يا عم ربيع؟ عم ربيع؟ وانت خليت فيها عم ولا خال ولا أب حتى؟ دي عاملة تعملها؟ أنا ما عملتش حاجة غلط يا عم ربيع هتحاسب عليها. الكلام ده لو أنا كنت خرجت عن الأصول. هو الأصول إنك تخش على راجل كبير زي حالاتي، كافي خيره وشره، تخش عليا بالفهلوة والأوانطة والتلات ورقات. أنا عم ربيع؟ أنت مش سعيت إن الكهرباء تدخل العربية وشلت الشيلة كلها علشان خاطر؟ والحمد لله، الحمد لله العربية منورة ونورها جاب لك رزق جديد. أيوه، بس أنت كان في نفسك غرض، عملت الموضوع ده كله سكة عشان توصل للبنت. شوف يا عم ربيع، اعتبرني زي عاطف ابنك بالظبط واسمع مني. الصح وافقنا عليه والغلط ارميه في الشارع وانا هسمع واطيع. هات اللي عندك. ومن غير ما تزعل مني. كان عزعل، انا زعلان قوي. يا عم ربيع، بنتك دي حته جوهره وانا غير ما تلف وتدور، كتر الكلام بيوجع دماغي. شوف يا عم ربيع، اللي عينه على بنته عاوزها في الحلال لازم يكون متفاهم معاها بعيدا عن اهلها وبعيد عن اهله كمان. لو اتفقوا الاهل بياخدوا خبر، ولو ما اتفقوش يبقى كل واحد يروح لحال سبيله. ودي الطريقه اللي انا بعد اذن حضرتك بفكر فيها انا والانسه تغريد. عارف يا عم ربيع، المره الوحيده اللي خرجت فيها مع الانسه تغريد كنت عامل زي البني ادم اللي شايل جوه جيبه بيضه نيه وخايف لا تتكسر جوه هدومه. لو انا غلطان يا عم ربيع قول لي، قول لي انت غلطان يا احمد وانا هسمع واطيع. تاخد حاجة حلوة. ازيك؟ كابتن طارق، ازيك يا كابتن؟ اسمح لي اسلم عليك. اه طبعا، ازيك عامل ايه؟ مكتب ايمن بفين؟ اتفضل يا كابتن. حقيقي ما ضيعت حد مع نادي السعودي يا كابتن؟ لا اشاعات. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا شفت العربيه المسروقه بره، حقيقي جهد جبار. استريح يا كابتن. شكرا. الله، عاطف ربيع؟ بتعمل ايه هنا على الطرق؟ انت تعرفه يا كابتن؟ اه طبعا اعرفه. تعرفه ازاي يعني؟ من النادي، ده وادني اللي بيلم الكور في النادي وشغال مع الكابتن جمال المدرب، فحتما اعرف. بتعمل ايه هنا يا عاطف؟ مسكنا العربيه معايا. مش ممكن، مستحيل. انت يا عاطف تسرق عربيتي؟ ده جزاء المعامله الطيبه والاحسان. معامله طيبه واحسان؟ وانا كنت شغال عند اهلك؟ انت مش باقي العربيه دي ومسلمني عقدها؟ بقى هي الحكايه كده، انا بعت لك العربيه وكمان سلمتك عقدها. طب والله لو معاه عقد زي ما بيقول يوريه لنا. يا حضرة الضابط، ده حرامي وحرامي اهبل. احترم نفسك. العقد مكتوب باسم طارق شعبان مصالحي، وده اسم الشهرة مش اسمي الحقيقي. هو عقود البيع والشراء بتتكتب باسم الشهرة ولا بالاسم الحقيقي؟ فبالتالي التوقيع على العقد لا يمكن يكون توقيعي. شوف يا كابتن، ده مش شغلنا، ده شغل النيابة. احنا نعمل محضر مستوفي والنيابة تشوف شغلها. يا عار! تمام يا فندم. تعالى معايا. على فين؟ انت محجوز للعرض على النيابة. محجوز؟ محجوز يعني ايه؟ قول الحقيقة يا طارق يا شعبان، أنا عارف وأنت عارف، أنت بايع العربية دي بيع وشراء. قول الحقيقة يا طارق يا شعبان، قول الحقيقة يا
شوف حضرتك تعطف عليهم ويسرقوك. معلش ثانية واحدة، أنا استأذنت حضرة الضابط إن أنا أتكلم معاه. أنا مفيش بيني وبينك كلام. لا في. أوعى تفتكر يالا إن أنا ممكن أنسى طاري عشان تبقى تتنطط على أسيادك يا كلب. إن شاء الله هتروح معايا أي حتة روحها. أنا ما بتهددش يا رحمك. أنت عندك قضيتين، قضية سرقة عربية وتزوير. أنا هعترف بكل حاجة وهقول إن أنت اللي وزيتني أبوظ الفرح. أنت بقى جبت لنفسك تهمة تالتة يا رحمك. عندك إثبات؟ آه. زميلك اللي حضر الاتفاق شاهد. لما يبقى يشهد وبقى وريني شطارتك. مفيش فايدة، دماغه ناشفة مش عايز يعترف. هو ونصيبه بقى. شكرا. معلش ثانية واحدة، ثانية واحدة أبوس إيدك. ثانية واحدة. عاوز إيه؟ خدمة إنسانية. قول يا سيدي. مكالمة تليفون. هتكلم مين؟ اكلم الكابتن جمال مدرب الكره المشهور. عاوز منه ايه؟ قول له عاطف ربيع بيستنجد بيك وبيقول لك ان طارق شعبان لبسه تهمه. حاضر يا اخويا، بس على الله يرد عليا. هيرد ان شاء الله. اديني نمرته. 520 317. طيب يا اخويا يلا روح. تعالى ما تخافش، احنا كان المفروض نستقبلك الاستقبال اللازم، لكن طالما طلعت معرفة الكابتن جمال خلاص انا اصدرت الفرمان اللي خليك تتعامل معاملة كبار الزوار. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. اتفضل سيادتك، دي كل الشرايط والتسجيلات بتاعه الاسبوع اللي فات، حتى مكالمات التليفون. شكرا يا انت. تعليمات سيادتك. مفيش دلوقتي، يلا روحي ولو في حاجه هكلمك. حاضر يا فندم. الفيلم ده لو الواحدة اتفرجت عليه 3 مرات في اليوم زي الوكل والشرب عمرها ما تشبع منه. يا اختي الواحدة بتاكل وتشبع، الفيلم ده ما يتشبعش منه. شوفوا جمالها وحلاوتها، شوفوا شقاوتها ولا يزلوا. طبعا شايفين الرقص اللي على أصولة؟ موهوبة ثلاثة بالله العظيم، موهوبة وربنا اداها بالزيادة. انا قريت مرة في مجلة انها كانت لا بتعرف لا تقرأ ولا تكتب، بس بعد كده اتعلمت. كفاية عليها الموهبة. يعني هما اللي تعلموا كانوا خدوا ايه؟ ملهاش علاقة بالتعليم، هي فنانة بجد، بتغني وبتمثل وبترقص ودمها خفيف. ايه رأيك يا مبسوطة؟ اما انا بعرف ارقص انا كمان. وانتي تعلمتي الرقص فين ان شاء الله؟ موهبة زي سعاد. طب ما عندك الموهبة المدهشة دي، حرمانة منها ليه؟ قومي كده هزيلك هزتين وخلينا نروحكم. يلا قومي. يلا مستنيه. قومي يا ستي فرجينا. يلا يلا قومي. احنا بنات في بعض، قومي. تكسفي مننا، قومي. يلا يا شيخ احنا خواه. طب فين المزيكا بقى؟ ودي يا ستي المزيكا. يلا 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 قومي. استنيني. خير يا ربي؟ حصل ايه؟ حصل ان ابنك مجاش لغايه دلوقتي وانا مش قادر اكمل، كنت هقع من طولي وانا واقف في الشارع. هو فين؟ ما اعرفش، الله اعلم. ادي اللي خدناه من العلام. طول بالك بس، الغايب حجته معاه. بس يا ابن حاسب، كتر الف خيرك يا ابني. ربنا يخليك يا عم ربيع، انا هشتري بيه حته بسبوسه. لا خليهولك، ما يبضعها بايره.
اتفضل يا ابني. بالهنا والشفا. شكرا يا عم ربيع. انت شفت اخوك النهارده؟ الصبح يابا. ودينا بعد نص الليل. يعني بدأ الصياعه من بدري. استهدى بالله بس يا ربيع. ملهاش لازمه ابدا الاسوه دي على الواد الحيله. وادعي ربنا يجيب العواقب سليمه، لا يكون الواد جرى له حاجه. احنا ناقصين. استرها يا رب. هات العواقب سليمه يا رب. بس عاطف عمره ما عملها يابا. ده كان دايما بيقول لنا على خط سيره ويسيب خبر. انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. لو اعرف هو بيروح فين كنت خرجت دورت عليه. ليه كده يا عاطف يا ابني؟ ليه تعمل كده في اهلك؟ هو ده اللي حصل بالظبط يا كابتن. اقسم بالله ده اللي حصل. حضرتك عارف ان انا عمري ما بكذب. انتوا الاثنين من نفس العجينة، عجينة من طين المجاري. انا مش هقدر اتدخل في الموضوع ده. اي حد يتدخل بين اثنين اوساخ هيبقى زيهم بالظبط. اوعى اشوف وشك تاني، واوعى تعتب باب النادي. ده نادي محترم، مش لازم انت تدخله. يعني مثلا لازم واحد زي طارق يبقى جزء من فريق النادي؟ ما تستعجلش، كل بني ادم وليه يوم. بس بقول لك ايه، اوعى تفكر تهوب ناحيه بيت اللواء رشدي ده اذا اصلا عرفت تخرج من المصيبه دي. يلا نرجع زي ما كنا. ثانيه واحده، خدمه لوجه الله. خدمه لوجه الله ما بتكونش غير مره واحده في الليله. طلباتك. الو. ايوه انا نجوى. وعاوز ايه يا امين الشرطه؟ عاطف ربيع ماله؟ طب كتر خيرك يا حضره الامين، قول له مدام نجوى بتقولك استحمل لحد الصبح وكل حاجه هتبقى عالي العال. مع السلامه. الو، صحتك من النوم؟ انا نجوى. اسمع، انت مش كنت بعتلي موضوع لعيب الكوره ده اللي اسمه طارق شعبان؟ ايوه، عاوزه شويه معلومات عنه. اول حاجه اديني عنوان بيت اهله. اقول لك على حاجه، انت الطف وارق بني ادم ورد علينا في المكان ده من اسبوع. صحيح الليله الاولانيه بتبقى صعبه شويتين، لكن مع الوقت بتاخد على المكان، تحبه، ترتبط بيه، والامور بتبقى في العادي. ايوه مرياسه، واي نعم انطف وارق بني ادم، بس مقشفر. انا معايا سجاير ولا معايا فلوس ولا حتى قاله في تجربة أكلة حلوة. كله هيبقى موجود وبزيادة. أنا بس علي ما عرفوش. لا مؤاخذة، يعني الفاموليا بتوعك ما يعرفوش ليه؟ عشان مش عايزهم يعرفوا. ده لو والدتي عرفت. والدتك؟ أنت بتقول والدتك؟ والدتك حلوة زيك كده؟ تمساح اللي في دماغك. هونسه بالليل يا مرياس. عيب يا تمساح. الواد ده لا، الواد ده في حمايتي. قوم بقى اتنقل على عينك وارجع مطرحك. اهدى يا ضابط. أنا مش هتأخر، اركنها في حتة قريبة. تحت أمرك يا مدام.
اتفضلي يا حاجة. خدي بالك مني. الله يسترك يا بنتي. تعالي يا حاجة. احنا فين؟ ورايحين فين يا اختي؟ دلوقتي هتعرفي، طولي بالك. وانا ماسك ايديها ولسه هبدا بقى من اللي بالك فيه، فجاه لقيت راجل ايه، لقيت ضرفه كبيره واقفه جنبي. انا قلت النور قطع، بسالها مين ده يا بنتي، لقيتها بتقولي ده خطيبي. خطيبك؟ انا قلت ده عزرائيل وجاي يقبض روحي. انا لو اعرف ان هي مخطوبه وبالذات لضرفه زي ده اكيد بناقصها يعني. كابتن طارق، عارفني ولا مش عارفني يا كابتن؟ ما عنديش فكره انت مين. حالا هيكون عندك فكره، بس مش الاول يبقى عندك اخلاق رياضيه وتقوم ترحب بالست والدتك؟ ده ابنك يا ست نبويه، ولا مش قادره تعرفي عليه عشان نضيف زياده عن اللزوم؟ انت بتشرب خمره يا عبد التواب؟ انا نجوى كمال، لازم تشتري العدد اللي جاي من المجله بتاعتي. عاملين لك تحقيق صحفي هايل بالصور على مشوار نجاحك، عشان جمهورك يعرف قصه كفاحك من الساحه في بلدكم للبار يا عبد التواب. تعال عزمني على درينك. ده هناك دي انت مش عارف انا عاوزه ايه؟ عاطف ربيع مش كده؟ اديك فهمت. ما اقدرش اعمل حاجه معاه. تعترف. اعترف بايه؟ انك بعت له العربيه. كده يبقى رحت في داهيه، في محضر اتعمل الصبح هيطلع النيابه. تروح القسم الصبح وتغير اقوالك، الكلام ده لازم يخلص الصبح بدري. ازاي يعني؟ جرايه طروقه، انت ليك دلاله على ناس كتير، ناس كبار ومهمين قوي في البلد دي، واكيد مش هيقولوا لك لا. يا كده يا تعتبر نفسك انتهيت يا عبد التواب. أحوالك يا رب؟ عالي العالي. خير، في إيه؟ العملية بتاعت لبنان فيها مشكلة صغيرة ولازم سيادتك تكون على علم بيها. مفيش مشكلة صغيرة يا رب. أي مشكلة ممكن تكبر وتبقى مصيبة سودة. إن شاء الله مفيش مصايب فيك. إيه نوع المشكلة؟ بشير عز النهار طلب مهلة للصلاة. المندوب اللي أنا بعته سافر ورجع فرحي. ساعتك ما قلتش حاجة. مجدي ده مش اول تعامل مع عز النهار. الحكايه دي ملهاش اي سوابق في العمليات اللي قبل كده. يمكن عندهم ظروف يا فندم، ساعتك عارف الدنيا معجوكه هناك. حتى لو عندهم ظروف قهريه خلوهم يعدلوا الجدول. وده شيء مش بسيط، كان ممكن عز النهار يتصل بيا ويقول هو يعرف ازاي يتصل بيا. انت بعت مين؟ سعيد القصاص. سعيد القصاص. انا هشوف هو المبلغ كام؟ مبلغ كبير سعادتك، يوجعنا جامد. المساله دي فيها شيء مش واضح او مش سليم. ايه هو لازم نعرفه؟ حتى لو خسرنا الفلوس كلها لازم نعرف الحساب يبقى مع مين. واحنا وصلنا كده يا رئيسه؟ ايوه يا راجل، قول له يقف قدام شويه. اقف قدام شويه يا عم النوستة. راجب، حط الكرسي عند الشجرة اللي هناك دي، عايزة أقعد أتكلم معاك شوية. حاضر يا رئيسة. يلا بسرعة. على
مهلك يا رئيسة. حط عم الوسطى. روح انت يا سيد العربية. حاضر يا رئيسة. على مهلك. آخ يا ليل. على مهلك. بص حواليك كده يا رجب. الأرض دي كلها بتاعتي. أنا اشتريتها زمان. قلت يمكن تنفع. زمان كانت الحاجة رخيصة. دلوقتي كل حاجة بتغلى إلا البني آدم. يا الأرض دي يا رئيسة أنت اشتريتيها عشان تعملي فيها مشروع. مشروع إيه بس يا فرخ؟ يا ولا ما أنت عارف إنها مسطورة الحمد لله. أنا اشتريت الأرض دي عشان أسكن فيها. تسكني فيها؟ تسكني فيها إزاي يا ست أصيلة؟ دي حتة مقطوعة ما يسكنهاش عفاريت. أنا مش شارياها عشان السكن وأنا عايشة يا رجب. أنا بدعي ربنا ليل ونهار يرزقني حسن الختام. بعد الشر عليك يا رئيسة. الموت مفيش مفر منه. أنت خايفة منه؟ أعوذ بالله. أنا مخافش من الموت يا رجب. أنا بس خايفة من البهدلة وإن الناس تتريق عليا وأنا ميتة. منين بس يا ست أصيلة هتيجي البهدلة والتريقة؟ أنا هبقى متعبة جدا في الشير والدفن. ده يمكن ما تدخلش من فترة.